معكم أنور، نقدم أنور الدقاقي رئيس طائفة الوناسة الصوفية للطريق الحلوجي والمحافظة على التراث بمدينة مكناس. شاركنا في هذا العرض بمناسبة شهر التراث، بحكم أن التمكناسيات مكانسة مولوعين بالتعيساويات التابعين للزاوية الأم والتحمدوشيات، قمنا بوصلة تراثية اللي كتشمل ما بين حماشة، عيساوة، هلتوات. نتمنوا نكونوا اننا ما نكونوش زنخ ثقال على الجمهور، كان الجمهور كيتجاوب معنا الحمد لله راه باينه، ونتمنوا ان مكناس تزدهر بهذا التراث ديالنا الثقافي الاصيل اللامادي، ونطلبوا من الله يعني تنور المدينه بشبابها بالشبان ديالها وكل شيء. يعني تراثنا كاين فيه ما يدار، فيه الاصاله، فيه المعاصره، فيه يعني كاين الحال عندنا في هذه المدينه هذه، اللهم لك الحمد عليه.
ونتمنوا نكونوا اننا قد دوزنا وصله زويونه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.